بلاند هو اسباس كرياتيف في المدينه ديال تيزنيت، فيه كووركين سبيس، فيه الميكر سبيس فين كيخدموا الدراري وبنات بيديهم الرسم النقش، فين كي قاعه فين كيقدروا يتفرجوا في افلام مع بعضياتهم، البلاصه فين يقدروا يريزيرفيو باش يديروا الاجتماعات ديالهم، يلعبوا يديروا الهيت ديالهم، وهذا الشيء كامل محلول لي جون فابور في المدينه ديال تيزنيت. دونك هذا العام فرحانين جينا للبولفار، انفيتي للبولفار، اول مره كنحضروا. علاش بالضبط في تيزنيت؟ حيت حنا ولاد تيزنيت، ومن تيزنيت وحنا كنخدموا في تيزنيت كاين لقينا بلي كاين خصاص من عندنا، دونك علاش لا ماشي تيزنيت؟ ماشي متنفس، ما نقولش المتنفس الوحيد، ولكن تضاف المتنفسات اخرى كاينين في تيزنيت، كاينين دي سباس اخرين زوينين كاينين في تيزنيت، ما معروفينش اي جيس زعما بحال البلاند، حيتاش من غير لي زاكتيفيتي اللي كنخدموا في لي سباس كنخدموا حتى على الديجيتال بزاف، دونك الناس في المغرب بارتو زعما راه عارفين البلاند بزاف. دونك سينون لا راه كاينين زعما دي سباس اخرين في تيزنيت. هنا كاينين ثلاثه الاطراف، كاين البلاند وكاين الناس اللي كيستافدوا من البلاند فابور، وكاين واحد في اخرى ديال الناس اللي كيخلصوا على هاد الناس باش يبقى لي سباس فابور، كنسميوهم الاعضاء المتبرعين. كيخصونا تشالنج ديالنا زعما التحدي ديالنا كل عام، كيخصونا 60 واحد كيخصهم يعطيونا 1200 درهم للعام القليله زعما. دونك فاش كنجمعوا هاد 60 واحد كنقدروا نخلصوا الكرا، الماء والضو والواي فاي، باش ان لي سباس يبقى محلول لي جون فابور ويستافدوا منه.